هي لسه شاتيه جميله. طيب وانت شايفه ان الحكومه ليها دور في البلد ولا مالهاش دور في البلد؟ لا الحقيقه الحكومه عماله تفرق، وفي كام ظابط هنا واقفين عمالين بس فاتحين يبصوا مين اللي عامل مخالفه عشان ياخد منه فلوس، لكن ولا هو بيبص على الميه اللي في الارض ولا اي حاجه. طب بتقولي ايه لحكومه السيسي؟ ولا لو انت مش قد المسؤوليه، لو انت مش قد الموضوع ده كان غيرك هيفلح فيها. بس انت اللي جيت سرقت منه فلوس، لو انت مش قد الموضوع دوت يا ريت تنحلي او تبعدي عن الحكم، تبعدي عن الحكم زي ما بعت غيرك، لان الحكومه فاشله زي ما قلت عن غيرك الموضوع. شكرا. ورينا هتعملوا ايه في الزحمه دي.